السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث فيه عن الدراسة في رمضان. إذن كما أخبرتكم في فيديو سابق، فالدراسة سوف تكون في رمضان ولن يكون لا حجر صحي ولا توقف للدراسة ولا تعليم عن بعد كما يقول البعض، لكن الدراسة سوف تكون حسب التوقيت، يعني ليس كالتوقيت الأيام العادية، بل سيكون توقيت الدراسة في رمضان مغير، وهو ما سوف نتعرف عليه اليوم. وقبل أن نبدأ في يعني هذا التوقيت وشرحه، لا تنسى تشجيعنا بالضغط على زر جيم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إذا لم تفعله بعد، ووضع أسئلتكم إذا كانت لديكم أي أسئلة حول التعليم أو توجيه أو أي سؤال كيفما كان، سوف نجيب على جميع أسئلتكم. إذن هذا هو توقيت الدراسة الجديد في شهر رمضان. تزامنا مع شهر رمضان الكريم، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي تغيير أوقات الدراسة بجميع الأسلاك التعليمية. وحسب مذكرة وجهتها الوزارة إلى مديرية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، فإن وزارة التربية الوطنية قررت إحداث تغيير في الجدول الزمني بمؤسسات التعليم الابتدائي من أجل تكييف التلاميذ مع الشهر الكريم، إذ سيتم تأخير مواعيد الدخول بنصف ساعة مع تقديم وقت الخروج بنصف ساعة الزمنية. إذن بالنسبة للابتدائي يعني سوف يتم نقص ساعة في بالنسبة للدخول ونقص ساعة أخرى في قبل خروج التلاميذ، يعني إذا كانوا يدخلون من الثامنة إلى الثانية عشر مثلا، يدخلون من الثامنة والنصف إلى الحادي عشر والنصف مثلا بالنسبة للابتدائي. أما بالنسبة للسلك الإعدادي والثانوي التأهيلي، فإن التوقيت الدراسي سيكون بهذا الشكل باستثناء يوم الجمعة. شيء آخر مهم بالنسبة لي، يعني نقص الساعة التي أضافوها، فليس هناك أي خبر إلى حد الآن يقول بأنه سوف يتم نقص الساعة الإضافية، ولكن كما تعلمون فتلك الساعة تنقص غالبا في رمضان. الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وأربعون دقيقة صباحا إلى التسعة وخمسة وعشرون دقيقة، تليها استراحة خمس دقائق، يعني الحصة الأولى من الثامنة وأربعون إلى التسعة وخمسة وعشرون، الحصة الثانية من التسعة والنصف إلى العاشرة وربع، والحصة الثالثة يعني بعد استراحة عشر دقائق، ومن الساعة العاشرة وخمسة وعشرون إلى الساعة الحادية عشر وعشرة دقائق، ثم استراحة خمس دقائق، وفي الأخير الحصة الأخيرة ستكون من الساعة الحادية عشر وربع دقيقة إلى الساعة الثانية عشر زوالا. إذن كما ترون فالحصة يعني ليس لا توجد فيها ساعة كاملة، بل تم نقص يعني الحصة. وبالنسبة للفترة المسائية سيكون التوقيت بهذا الشكل من الساعة الثانية عشر والنصف دقيقة، يعني أن التوقيت مستمر الثانية عشر والنصف دقيقة مساء إلى الساعة الواحدة وربع دقيقة، تليها استراحة خمس دقائق، يعني الحصة الأولى من الثانية عشر والنصف إلى الواحدة وربع، الحصة الثانية من الواحدة وعشرون دقيقة إلى يعني الثانية وخمس دقائق، ثم استراحة عشر دقائق، ثم الحصة الثالثة من يعني هنا يعني الحصة الثالثة تكون من الثالثة يعني وربع، هنا كتبوا من الثانية ولكن يجب أن تكون من الثالثة والربع تقريبا إلى الساعة الثالثة، تليها استراحة خمس دقائق. الحصة الثانية تكون من الثانية والثانية لأن التوقيت مستمر، يعني تكون من الثانية وربع إلى الثالثة، تليها استراحة خمس دقائق، ومن الساعة الخامسة والربع دقائق إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق إلى الثالثة وخمسون دقيقة. إذن هنا تلاحظون أن التوقيت يعني يكون مبكر لأن التوقيت مستمر، يعني أن آخر حصة تنتهي مع الثالثة وخمسون دقيقة. وأشارت الوزارة في المذكرة ذاتها أن هذه التوقيت أو أن هذا التوقيت لا يعني مواقيت إجراء الامتحانات، يعني عندما تكون الامتحانات فسيكون تغيير في هذه المواقيت، يعني لا يمكن العمل فيها في الامتحانات. هذا يعني أن الامتحانات يعني الوزارة تقول بأن الامتحانات موجودة، ولكن يمكن أن يكون أي تغيير حسب الحالة الوبائية وغيرها من الأشياء، وكذلك كما تعلمون إضرابات الأساتذة وغيرها من الأشياء التي تحدثنا عليها في فيديوهات سابقة التي يمكنكم الرجوع إليها
في قناتنا على اليوتيوب بروف غرناط. إذا كما لا يخفى عليكم يعني إضرابات التلاميذ وإضرابات الأساتذة وإضرابات المديرين وكل ما يقع في التعليم حاليا، إذا هناك عدة مشاكل. إذا الشيء الذي أريد أن أشير إليه، هناك من سيقول بأن التعليم يعني سوف يتوقف في رمضان، يعني لن تكون دراسة أو سيكون التعليم عن بعد. فكل الأخبار يمكنك البحث يعني في جوجل أو تبحث في المواقع التي تثق فيها، سوف تجد بأنهم يقولون بأن الوزارة لن تقرر يعني هل ستكون الدراسة في رمضان أم لا، حتى تبقى لرمضان أسبوع فقط. ولكن كما تعلمون فليست هناك يعني أشياء يمكن أن تجعلنا نرجع للحجر الصحي، خصوصا هناك من يقول بأنه هناك إمكانية الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل. هل ترون بأن المغرب يعني يحتاج إلى حجر صحي شامل؟ كما ترون في الأسواق مليئة وعدة أشياء أخرى، يعني لا أعتقد أن المغرب يحتاج إلى حجر صحي شامل، رغم أن يعني في رمضان تكون يعني أجواء خاصة ويكون يعني التقاء الأحباب والذهاب إلى أشخاص آخرين وغيرها من الأشياء، إلا أن الحجر الصحي مستبعد جدا، لأن الحجر الصحي أولا صعب على الدولة وصعب على المواطنين، والكثير من المواطنين يعني يطالبون الدولة ب يعني أن إقامة صلاة التراويح، يعني هناك طلب لإقامة صلاة التراويح. إذا الحجر الصحي الذي يمكن أن يكون في رمضان هو حجر صحي ليلي، يعني توقف عدم حركة الأشخاص في الليل، يعني ابتداء مثلا من 8 مساء أو من وقت آخر. ولكن لكي تقول حجر صحي شامل فهذا مستبعد جدا كما تعلمون، وغير منطقي أن يرجع الحجر الصحي الشامل. إذا كل الأخبار التي تنشر حول الحجر الصحي الشامل يعني كما يقولون هناك إمكانية وهناك كذا، ولكن الوزارة لم تنشر أي خبر حول هذا الموضوع، وكل ما يعني صرحت به جميع الجرائد هو أن الوزارة قالت بأن يعني القرار النهائي سوف يكون قبل رمضان بأسبوع. إذا كما تعرفون فقناتنا على اليوتيوب بروفارما تقدم لكم عدة أشياء مهمة يمكن الرجوع إليها في فيديوهات سابقة، يعني كالتوجيه والتعليم وغيرها من الأشياء. فقط لكي أذكر كذلك بالتوجيه، فالتوجيه انتهى بالنسبة للثالثة إعدادي، ولكن الكثير من التلاميذ لم يملأوا هذا، يعني لم يملأوا بطاقة الرغبة في التوجيه ويسألون عن الحل. الحل يعني لقد يعني أجلت الوزارة يعني ملء بطاقة الرغبات بعد أن كان آخر أجل، والآن لا يمكن أن تؤجل مرة أخرى، لكن يمكنكم الذهاب إلى الإدارة وأن تسألوهم عن حل لهذه المشكلة، خصوصا إذا لم تخبركم الإدارة بموعد انتهاء يعني التوجيه فهي المسؤولة عن هذا المشكل.